أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج صوت الناس. حقيقة اليوم هي المنغصات كثيرة، المنغصات في العراق كثيرة والمشاكل في العراق كثيرة، ولكن اليوم ارتئينا أن نتحدث عن مجلس النواب العراقي. مساكين حقيقة مجلس النواب، مو مساكين لشيء، مساكين لأنه كل ما يطلبون واحد يستضيفوه ما حد يقبل يجي، يعني وكأنهم هم في وادي والبلد في وادي آخر. تذكرون من طلبوا علي الأديب وزير التعليم العالي رادوا استضيفوه يستجوبوه ما قبل يجي، وبما معناه قال لهم روحوا طخوا رؤوسكم بالحائط ما أجي، وكتابنا وكتابكم، ومن اللي يجاوبهم؟ إعلام الوزارة، إعلام وزارة التعليم العالي يجاوبهم يقولهم ما يجي الوزير. النوب وراها وزير الشباب، تذكرون موضوع مدينة شو اسمها الملعب الدولي مال الخليجي اللي بنوب البصرة، بيه فساد وما فساد، ورادوا وزير الشباب يجي، قالهم والله ما أجي لو يجابون آدم دروح، وما أجى ويردون ويعالجون. زين، قبلها تتذكرون صارت تفجيرات كثيرة في العراق وما أكثرها، رادوا يستضيفون المسؤولين الأمنيين ما حد قبل يجي. ولو تلاحظون المطلوب استضافتهم أو استجوابهم كلهم مرتبطين برئيس الحكومة مباشرة، وكأنه رئيس الحكومة يقولهم لا ترحون ما عليكم. علي الأديب قيادي في حزب الدعوة وزير تعليم عالي، بريكت هو رئيس الوزراء، وزير الشباب أيضا وزير ومحسوب على مجلس الوزراء ومحسوب على رئيس الوزراء، وبالتالي ما قبل يجي. المسؤولين الأمنيين ما حد قبل يجي، يعني أتذكر اللي إجا فقط أمين العاصمة صابر العيساوي، وهم يعني قعدوا له ركبوا نص النواب وطلعوا له واحد اثنين ثلاثة من الفضايح والمهازل والمشاكل، بس لأنه هو ما محسوب على دولة القانون ولا محسوب على حزب الدعوة ولا محسوب على رئيس الوزراء، جابوه الصابر العيساوي، ومع ذلك هم ما حد سوى له شيء. هم يعني جيب ودي اصعد انزل ماكو، كل شيء ماكو، طلع عاف الأمانة، أمانة العاصمة، وطلعوا ما حد سوى له شيء، لا حساب ولا كتاب، لا حسيب ولا رقيب، كل شيء ماكو. زين، العفو. طيب، إذا كان هذا دور البرلمان غير قادر على أن يجيب أحد، غير قادر على أن يستضيف أحد، لعشنو دفع البرلمان؟ شنو دفعه وشنو نفعه؟ شنو لا قوانين حقيقية مهمة قدر يشرعها، كل القوانين المهمة والخطيرة عليها السجال ولحد الآن تحت اليد، قانون الغاز والنفط وقانون المدري ايش المتقاعدين وقانون كلها اللي عليها جدال. حقيقة احنا ترى ما عندنا برلمان، لو نجي الى تركيبة البرلمان الحقيقية البرلمان العراقي ما نلقى برلمان، راح نلقى عندنا تجمع لسياسيين، تجمع لأحزاب سياسية، كل حزب عنده مجموعة مخليهم قاعدين، هذا مو برلمان، وبالتالي ماكو مصلحة وطن. يعني من يصير النقاش على قضية معينة مو مصلحة الوطن هي الأساسية، مو مصلحة البلاد هي الأساسية، مصلحة الحزب، وين قرار الحزب أو الكتلة اللي ينتمي لها النائب أو مجموعة النواب، يصيرون ويا رغبة الكتلة أو رغبة الحزب مو رغبة الوطن. برلمانات العالم بيها حزبين وبيها ثلاثة، أحيانا تلقى واحد يطلع عن رغبة الحزب اللي ينتمي إليه ويروح مع الحزب الآخر، الحزب الخصم أو المنافس أو الند يروح وياه، ليش؟ أنا أكون مصلحة عليا، عنده قناعة.
مو لأنه أنا بدولة القانون لازم أنا خلص أبنشر كل الاقتراحات اللي تطلع من التيار الصدري ومن القائمة العراقية ومن التحالف الكردستاني، لأنه أنا من ائتلاف دولة القانون لازم أمشي مثل ما يريد فلان على رغبة فلان. يا وطن ضد الوطن، فوق الوطن جو الوطن، مو مهم هذا الموضوع. المهم أنا يعني أتزلف وأتملق لرئيس الكتلة مالتي. وهذا الموضوع ترى مو بس في دولة القانون، حتى ما نظلمهم، هذا الموضوع حتى في القائمة العراقية وفي التيار الصدري وفي التحالف الكردستاني وفي كل. إذن احنا ما عندنا قضية وطن، ما عندنا مصلحة وطن، عندنا مصلحة حزب ومصلحة تيار ومصلحة كتلة، وبالتالي مو الوطن بعيد عن البرلمان، وإنما المواطن كله والشعب كله بعيد عن البرلمان. اللي أثار هذا الموضوع، موضوع إنه البرلمان وما له، خلينا نقول، وما عليه. شنو اللي على البرلمان وشنو اللي عليه؟ البرلمان طلب استضافة المسؤولين الأمنيين المقصرين في سجن أبو غريب. تعال يا أبا، منو اللي راح يجيبهم؟ ما حد يجيبهم. ليش؟ لأن رئيس الوزراء يقولهم لا تروحون للبرلمان، ممنوع عليكم تحضرون الاستضافة، ممنوع عليكم تحضرون الاستجواب، ما يجون. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنا القائد الأعلى، خلاص انتهى الموضوع. فاسمعوني، فأتمروا بأمري. هيل على البرلمان إذا قدر يجيب قائد فرقة، هيل على البرلمان إذا جاب أمر لواء. لا أنا الأكثر من هذا، راح أقول لكم شغلة، بس تقول يوم أنت حاد سكينتك على البرلمان، أي نعم نحد السكاكين، مو سكينة واحدة، السكاكين كلها نحدها على البرلمان. ليش؟ لأن البرلمان ملتهي بامتيازاته ورواتبه التقاعدية من هسة لي قدام، الرواتب التقاعدية من هسة حاسبين حسابهم. بس البرلمان مو غير قادر على أن يجيب قائد فرقة وآمر لواء، لا، البرلمان ما عنده سلطة على شرطي يمشي بالشارع، بل أقولكم الأكثر من هذا، الشرطي اللي موجود بالشارع عنده سلطة على عضو البرلمان. وسمعتوا كم عضو برلمان رادوا يدخلون مناطق في لحظة أحداث معينة، شرطة ما يخلوهم يدخلون، شرطة يمكن ضابط يمكن نقيب، مع الاحترام لكل الرتب أحييهم وأخذلهم تحية، ومع الاحترام لهم جميعا، ولكن يشتغلون بأوامر. النائب ما يقدر يفوت هذاك اليوم بأبو غريب، النواب مال أبو غريب عن بغداد، يعني هم من أهل أبو غريب، طلال الزوبعي، ما قدروا يفوتون وقبلها لجنة حقوق الإنسان رادت تطب للسجون ما خلوهم. إذن شنو سلطة البرلماني؟ وين حصانته؟ حصانته بالرواتب؟ إذا حصانتك يا برلماني، إذا هي بالرواتب، والله نعلق بالرواتب، إذا مو أقف قدام الناس وأحكي بحيل صدر وبعلو صوتي، ولا تأخذني في الحق لومة لائم، ما لازم، خل أروح أدور لي أي شغلة، أي وظيفة أخرى، شغل موجود. إذا كان الموضوع على الرواتب خلاص انتهى الموضوع. أنا أطلت لربما في هاي القضية اليوم، ليش؟ أنه عندي ما سمعت حقيقة بما فيهم ممثل السيد السستاني، السيد الكربلائي، راح نسمع بعد شوية، بس خلي أول مرة نشوف رأي الناس، رأيكم بالحلقة وبالموضوع. مين راح نشوفها؟ راح نشوفها من صوت الناس، صفحة صوت الناس على الفيسبوك، راح نشوف رأي بعض الـ المتابعين للبرنامج
ورأي بعض المعلقين على الفيسبوك. الأخ الثائر البغدادي يقول: الذي يدهش أنهم جهابذة وعباد وفلاسفة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون ما يحفظون وما يكتب لهم، النواب طبعا يقصد، وليس لديهم أي ارتجالية تجاه الوطن الضائع والشعب المنكوب، حتى قطاع الطرق والقتلة والسراق أشرف منهم، لأن هؤلاء يسرقون باسم الدنيا والسادة، باسم الدنيا والسادة البرلمانيين يسرقون باسم الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم، ما أريد أقولها، وسوف يكون حسابهم عسيرا. هذا التعليق للثائر البغدادي على الفيسبوك. الأخ حسين حمادي يقول: برلمان العراق لا يعمل من أجل الشعب، الكل يعمل للمصلحة الشخصية أولا والمصلحة الحزبية ثانيا، والغالبية تحب استعراض الكلام الفارغ المبني على الطائفية. علي هلال البياتي زميلنا، علي هلال البياتي زميلنا كان في قناة التغيير والآن هو في أمريكا، أتمنى له السعادة والهناء بإذن الله هو وعائلته، يقول: أصبح البرلمان دائرة لتقاعد الأثرياء والعيش الرغيد، وليس دائرة طوعية هدفها خدمة المواطن. مصعد أكرم زنقنة، مسعود أكرم زنقنة، يقول: إن المشكلة السياسية الحقيقية في العراق حاليا ذات طابع شخصي وفكري، وهي بعيدة عن الطابع المؤسساتي، هذا إهانة للمؤسسات. دولة شخصي سياسي يدعو، نعم المقصود واضح، يدعو إلى مبادرة الكل يحضر ويرى بعد ذلك صلحا بينهم، والبرلمان أعلى سلطة تشريعية يستجوب أي مسؤول أمني أو وزير يمتنع عن الحضور المسؤول، الحقيقة ينم ذلك عن ضعف البرلمان الجهة التنفيذية. شكرا لمسعود زنقنة. وهناك آراء ووجهات نظر أخرى راح نقراها وراح نشوفها على الفيسبوك، بس هسه أكو ناس كثيرين يعني من المشاهدين الكرام دا ينتظرون على الهاتف، هلا بيهم، يلا خلنا نسمع. الأخ علي من ديالى، مرحبا أخي علي. علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، رمضان مبارك يا علي. الشيخ سالم الضباب من الناصرية، تفضل. السلام عليكم أستاذ جلال، مرحبتين، رمضان كريم. الله الله يخليك أستاذ جلال، تحكي على هاي الحكومة والأعضاء والدنيا. لا لا، احنا اليوم حديثنا، عفوا شيخ سالم، حديثنا عن البرلمان ومو الحكومة، اليوم ما لنا علاقة بالحكومة، اليوم حديثنا عن البرلمان وإمكانيته وقدرته في استضافة المسؤولين واستجوابهم، وما حصل في سجن أبو غريب والتاجي يفترض أن يتم استجواب المسؤولين الأمنين، هذه حدود الموضوع، تفضل يا شيخ سالم. والله المسؤولين ما هم يحاسبهم، يحاسبهم الشعب، الشعب لازم يحاسبهم، مثل ما انتخبهم الشعب يحاسبهم الشعب، ليش ما يطلع الشعب يحاسبهم؟ ليش ساكت الشعب؟ الشعب راضي عليهم، والله لو أكو شعب صحيح وحر يحاسبهم بالشارع، يحاسبهم حساب شديد. من اللي يحاسبهم ذولا؟ ليش بالانتخابات يروحون يركضون؟ واكو ناس ما تغسل وجهها تروح تنتخبهم، لازم الشعب يحاسبهم حساب. هاي المظاهرات هسه هاي اللي تطلع، وين الشيوخ العشائر عنها؟ وين الشيوخ العشائر؟ بس الشيوخ العشائر يروح تنتخب، وين شباب كارضة الشوارع تريد عمل وتريد كهرباء وتريد كمية وتريد حقوق؟ ليش ما تطلع الشيوخ العشائر وتوقف ويا هاي الناس؟ ليش ما تطلع؟ والله وقت الانتخابات يقعدون من الصبح بباب المدارس ويروحون ينتخبونهم ويقولون الحكومة لا توفر لا كهرباء ولا، والله الصوت كله بالشعب العراقي، هو دمر الدنيا وما بهدل الوضع، هو الشعب يريد الذلة يا أستاذ جلال، خلنا نحكي الواقع، الشعب يريد الذلة، لو شعب حر يقوم يطلع يدافع على نفسه، اللي يموت ببيته ويموت بالسيارة لو يموت بالشارع، يدافع الشعب، شنو ذول الهدلان قاعدين بالخضرة؟ والله اكو شعب صحيح يملص رقابهم ويذبهم بالشارع، يذبهم بحاية الزبالة، بس كل واحد راتبه 50 مليون و40 مليون، وين لقوها عمك؟ لقوها وين؟ هم ناس كذا كانت تغسل شرائط وهو اللي بيحسن. يلا يعني شيخ سالم، رشحوا للبرلمان انت والشرفاء والطيبين من امثالك. نعم
جبار من وين؟ من الناصرية. جبار، مرحبا جبار. الله يسعدك دكتور. رمضان كريم. الله أكبر دكتور، الله يسعدك. يا ميت هلا. شلونك دكتور؟ شلونك مع المساعدة؟ الله يحفظك يا أخويا، يا مرحبا يا مرحبا. دكتور هذا يعني حراماتي دول اسمهم برلمانيين دكتور. دول مو برلمانيين، دول حرامات يعني واحدة يعني دول منزهين، دول شرفاء، دول مو حرام يا دكتور، دول منتهين يعني. والعكس صحيح يا دكتور، يعني دول بسيطة، دول بسيطة على الشعب العراقي. شو تسلم دول يعني؟ والله يعني ما ادري يعني مصيبة 28 مليار يعني، هل الميزانية اللي ذبوها عليهم يعني دول شو دول يعني ما يستحون يعني شو توقفهم؟ والله العظيم ما ادري ايش توصف يا دكتور. شو يوقفهم الناس اللي تجوع ودول منتهين؟ باسكلات ودوريات وميزانية ضخمة وسفرات يعني مصيبة يا دكتور، والله العظيم مصيبة، بالقرآن مصيبة. فإن يعني شو تسوي بعد؟ الله يا دكتور ما ادري شو تسوي، والله ما ادري يا دكتور يعني شو تسوي. يعني حكومة فاشلة ولا ما فاشلين؟ إن الله وإن اللي راجع له يا دكتور. شكرا أخي الكريم، شكرا يا أخ جبار. ذكرني بشغلة جبار. يعني أنا شخصيا أعرف عضو بالبرلمان، أقسم بذات الله وحق هذا يوم رمضان، يعني هاي ما معتاد أنه أنا أجي أقسم بالبرنامج، بس أعرف حق المعرفة. عند الجواز الكندي، عنده جنسية كندية، راح الكندا ورا 2003، ها مو قبل 2003، ورا 2003 أخذ الجواز الكندي. أسمع يوميا يطلع بالتلفزيون يحكي على المسؤولين اللي يحملون جنسيتين، ما يعني ما أدري هذا شنو يعني، شو سموه؟ استغفال للناس، نفاق، كذب، ما أدري، ذر الرماد في العيون، ما أدري يعني. يعني أنا أعرفه هو عنده جنسية كندية، حتى يوم جاب بنته صغيرة هيك جابها وقاعدين إحنا مجموعة أصدقاء، قالها أنت شنو؟ قالت له أنا كندية، هيك طفلة صغيرة، أنا كندية، ويضحك هو لأنه عائلته أيضا أخذوا الجنسية الكندية. زين، بالتلفزيون أنا صار مرتي أنا أشوفه يطلع يحكي على حملة الجنسيات المزدوجة اللي أكثر من جنسية، ما يعني حقيقة واحد يدوخ. ومن توازوني أقول اسمه هسه ما أحكيها. يلا خلنا نأخذ اتصال. أبو مريم من ديالة، مرحبا أبو مريم. السلام عليكم سيدي راهي. مرحبتين خويا، كل الهلا أبو مريم. رمضان كريم عليك إن شاء الله، الصيام مقبول على الجميع، ربنا يوفقك. بدنا بس نشترك ببرنامجكم هذا اللطيف جدا. أنت ألطف، تفضل أنت على الهواء، يسمعوك المشاهدين الكرام. إخوانا البرلمانيين طبعا مع الأسف هم أكثرهم ناس من الشهادات وناس واعين، بس كل برلمانات العالم أستاذ اللي ما أنصح منه انه البرلماني هو يوقف يمثل الشعب يعني مو يمثل الحكومه. بس للاسف بالبرلمان العراقي شوف كلهم البرلمانيين هم من جانب الحكومه، ما شفت فجأة برلمان طلع يصرح من جانب الشعب. يعني انت تدري هاي التهجير والقتل وتهجير الناس، ما شفت فد برلمان وقف وقفه شريفه تجاه هذول المواطنين اللي جاي يشردون يعني الناس لفت للانتخابهم وانتخبتهم، بس ما شفنا فد واحد قد موقف ويا المواطنين. ما شفنا فد البرلماني طلع صرح في التصريح حلو طالب بحق ذول الناس اللي جاي يتشردون. يعني تصور اراب ما يقدر يطلع يعني ما يقدر يطلع من بيته يتهجر المنطقة اخر، ماكو فد برلماني قال ذول الناس اطفال نساء وين يروحون؟ زين شنو وقفتهم هسه؟ بالنسبة شنو يقدمون لذول جماهيرهم اللي انتخبتهم؟ فمع الأسف يعني وأقولها بقرارة وبحزن إنه البرلمان العراقي مؤسسة هي حكومية مو مؤسسة مثل الشعب. للأسف جدا أقول هذا الشيء، وإحنا قلنا تجربة البرلمان يعني تجربة حلوة، بس الظاهر هم هذول البرلمانيين بس يردوا المناصب ويردون يطلعون بالفضائيات يصرحون وكل شيء ما يكون للشعب، الشعب يموت. شكرا ابو مريم. ناخذ اتصال اخر من الحويجه، ابو عبد الله، تفضل يا ابو عبد الله. السلام
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الله يساعدك، الحفيدة ما شاء الله بيها 4 نواب وزير. نعم. فمن انتخبناهم قلنا دولة هم اللي راح يقدمون الخدمة للحويجة وللعراق وللوطن. لكن للأسف طلعوا يركضون ورا الدينار وكانوا ما شايفين كل شيء، وبس يريد يحمون نفسهم. وهاي مجزرة الحويجة اللي حصلت هم إلهم دور ببيعها. نعم. مثل النائب المهاري، خلينا بدون اسماء الجبوري. بدون اسماء ابو ابو عبد الله يفضل. نواب الحويجه. نعم نعم. هم كلهم نواب الحويجه اللي حفلت لما فيهم حتى الحكومه المحليه من رئاسه المجلس والقائم المطعم اللي حفلت. وحتى اظن الاتصال ابو عبد الله، انا اسف جدا والله ما جاي افهم عليك شيء، اقبل اعتذاري ارجوك. ما 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 لا اني ولا المشاهد الكريم يفهم من اتصالك شيء. ننتقل الى وجهه نظر اخرى. من بغداد صلاح الدين، مرحبا يا صلاح الدين. اخوي صلاح الدين مرحبا. عيني. مرحبا يا صلاح الدين، انت على الهواء تفضل. يا اهلا وسهلا، شلونك عيني؟ يحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام أخي. يا مرحبا. والله احنا هذا البرلمان اللي حاطينه يعني حرامات حاطينه على الشعب هذا. نعم. الو. نعم 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 اسمعك يا صلاح الدين. هذا البرلمان حرامات حاطينه على الشعب والله. لان هذول يعني الحرام راح تلم عندهم مع كل هالسبب. راح ينقذ الملك يعني يشد نفسه، لا يظل هيك رخي يعني. نعم. الو. نعم يا صلاح الدين، صوتك مسموع. انا طبعا واحد من القدامون صراحه. نعم. اتصل تدري زين سويت لي الصبر. سويت لي الصبر 350,000 ألف وقتها، رجعني 150,000 واللي يحكي لك اللي يعني أنا فتيناه، يعني هذا واحد من الحراميه الموجود. يا بس يطلب من حكومه، يطلب من حكومه اللي يقول لهم لا اشكرها. أيضا صوتك غير واضح يا صلاح الدين، اقبل من عندنا الاعتذار. خلي نروح نشوف السيد عبد المهدي الكربلائي الممثل المرجعية الدينية في النجف الأشرف، ممثل السيد السستاني، خلينا نشوفه شو يقول. وفي نفس الوقت بماذا يشتغل النواب؟ قرأتم أقروا الموازنة الخاصة بمجلس النواب، اتفقوا عليها سريعا وأقروها سريعا. وماذا تتضمن؟ بعض هذه التخصيصات في الموازنة تتضمن أمور تافهة وغير ضرورية، نفقات إيفاد وترفيه رسمي وملابس ودراجات هوائية وغير ذلك. في أي أجواء يعيش الشعب العراقي؟ وفي أي أجواء يعيش هؤلاء الأخوة؟ ما هو المطلوب الآن في الوقت الحاضر بعد هذه التداعيات التي ذكرناها؟ كثيرا ما يختلفون في أمور أساسية وجوهرية وقوانين وتشريعات مهمة بحاجة إليها أبناء الشعب العراقي، ويبقون ربما أكثر من سنة وسنتين وثلاث في هذا الاختلاف ولا يتوصلون إلى اتفاق عليه. ولكن حينما تكون القضية في مثل هذه المسائل الاتفاق سريع في يوم واحد. اي فعلا مثل ما قال يعني السيد الكربلائي،
حينما تقتضي المصلحة الشخصية أن يتفقون يتفقون. يعني هسه احنا نريد نعرف منكم اليوم قناعتكم بالبرلمان، مو ببرلماني معين، يعني ما اريد نتحدث عن اسم واحد شخص، لا، هو كمؤسسة، هو لملوم سياسي، تجمع سياسي، هو مال سياسيين لو برلمان. هل يمكن ان يقارن البرلمان مثل برلمانات العالم الاخرى بتشريعاته، بمتابعته للقوانين، بمتابعته لحقوق الناس، بمتابعته للظلم الذي يقع على الناس من الاجهزه الامنيه ومن غيرها ومن غيرها؟ هل هو قادر على ان يدي الدوره، ولا لو بس والله رحنا احنا وهذا ومنعونا ورجعنا؟ هذا مو برلمان. خلي ان 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 نشوف الاخت كراميل الجسار على الفيسبوك تقول: اخي يعني شنو فائدة الاستجواب وبعدها يطفر الوزير والمساندة من البرلمان والحكومة؟ الشعب العراقي يريد حلول جذرية. نتائج نهاية الفيلم الهندي إلى أين ستصل؟ كراميل الجسار سمت ما يجري في العراق فيلم هندي، تقول أريد أن نفتهم النتيجة وين. خلنا نأخذ اتصالات. علي من ديالة، مرحبا أخي علي. علي، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أخي علي. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للمجلس النواب، نعم، انت كاخذ مؤسسة غير قانونية، نعم، هو مجلس النواب العراقي، مجلس النواب العراقي مؤسس لتشكيك وإدارة السلطة القائمة. ايضا والله ما اعرف اليوم شنو قصه الصوت، خاف الخلل من عندنا، لعد من الشبكه من بغداد، يعني ليش بدها تجي هاي الاصوات مو صافيه مو واضحه؟ ادري قبل رمضان مطر، يعني رمضان الناس الصوم، مو يعني مو غيوم وبرق ورعد يعني. زين، ابو محمد من بغداد، مرحبا يا ابو محمد. المخرج يقول لي مو رمضان، يدري رمضان قبل ياثر على الشبكه. يلا يا ابو محمد، يعطيك الصحه والعافيه ورمضان مبارك عليكم اجمعين. على الجميع، الله يخليك يا ابو محمد. الله يعزك. العفو استاذ جلال، جماعه البرلمان هم جابوهم احزاب وقتل سياسيه، خلوهم بصوره اللي حصل 100 اسم، خلوه اللي حصل 10,000 واكثر من 10,000، واللي يريدوه رغبوه، فكلهم موجودين. هم حصابه، هم حصابه ملتفين في مصلحتهم الشخصيه وفي سبيل مصالحهم الذاتيه، وكل واحد خلوا له حمايه 30 واحد ياخذون رواتبهم وجايبين ابن عم ومن خاله وخالي، وما يؤمن بالشعب. والشغله اللي يريدون يعرضوها على الشعب، والله سوينا ملازمه، عرضنا لجنه تحقيقيه، سوينا ملف امني، استدعينا فلان، استدعينا فلان. بعدين هنا احنا اذا اسمه نصير منافقين، لان النفاق مع الاسف، النفاق مع الاسف. وهاي العرجي هو هم كنديين وابو عراقي. عريف لا جنسيته سويسريه مثل نوبه، خزور وطلاح قام يتنحسب بحاجه ما يعرف يحكي. وزور الجعفر وزور المالي ابراهيم الجعفر يسوي حمله دوريه بسوريا وعلى مود الخيرات المصطفي العمر العمره وفتح حواليه. يعني هم كلهم عصابه في الملل. الجو على رقاب الشعب العراقي في تحقيق مهام بالامريكان والايرانيين وحمايه انفسهم، ليش هم محصولين من الحقوق؟ خلينا نقول عود الشهاد، بعدين يحققوا شيء بالطاقه بالتقائم فقط سواه، المدير التحقيق فقط سواه، الخدمات فقط سواه. وكذلك المدراء العامين والاساتذه والادريين مستفادين، فكل واحد شريف في كتله، وكل واحد عنده غيره وعنده قضيه وعنده اخلاص لهذا البلد. كتلوه واستقروا الميليشيات في سبيل حمايتهم وفي سبيل طبع الشعب من اي خدمه. شكرا. عدد كبير من الاصدقاء، اصدقاء البرنامج على الفيسبوك
أبدوا إعجابهم بموضوع حلقة اليوم، منهم خليل الفياض وعمر الجبوري وحسام السلطان. ابن بغداد يقول لنا يعني أنتم أيضا معنيين، أحبتي المشاهدين، معنيين بهذه الآراء، أن تسمعون الناس، الشعب شو يقول. يقول شلة من المنتفعين تكريم لهم لكونهم على أساس ناضلوا وهم بالخارج يعتاشوا على موائد أسيادهم، وأتوا ليحكموا ولا يفقهوا من الحكم إلا اسمه. فاضل عباس يقول حكومة ميليشيات، حكومة محاصصة، حكومة ولاءها لدول الجوار، حكومة تعاقب شعبها والأخص من انتخبها بالتفجير والقتل والتهميش، فماذا تتوقع منها؟ هل تتوقع منها الخير والصلاح والأمن والأمان؟ بالتأكيد كلا وألف كلا. الأخ ضياء الكواز يقول نحن الوطنيون العراق، نحن الوطنيين العراقيين نعتبر كل هؤلاء هم عملاء لإيران ولأمريكا. طبعا بعض الصور نازلة احنا ما لنا علاقة بها، هذه الأخوة المشاركين هم ينزلوها على الصفحة مالتنا. مازن رجاء أو مازن رجاء يعني يقول برلمان معطل بدون أي دور لا تشريعي ولا رقابي، مجرد اجتماعات تتحول إلى عراك وصراخ بينهم، لن يكتمل نصابهم إلا بالتصويت على ما يدر الفائدة لهم أو ما يعود بالفائدة لهم، أما الشعب فهذا آخر شيء يهم البرلمان. إذن ننوع حلقة اليوم، نأخذ اتصال، خلينا نستمع رأي الناس في دول. منو؟ أبو بلال من الأنبار. مرحبا يا أبو بلال. السلام عليكم أستاذ جلال. عليكم السلام أخي الكريم، رمضان كريم يا مرحبا. رمضان كريم عليك وعلى الشعب العراقي، وأرجو أن تسمح لي تطيب وقت المرة وقت كلش قصير معاك. أستاذ جلال أنت على أي برلمان تتكلم؟ البرلمانيين اللي موجودين هم غير مؤهلين لأن يدرون إدارة شخص دولة، هذول مباشرة متصارعين على الكراسي ومتصارعين على مناصبهم ومتصارعين على ايش قد تجيهم متفقين فقط متفقين في البرلمان على ايش قد ما تجيهم من مبالغ، هاي ما عليها اختلاف، لكن فق لا يقدرون يستجيبون لانه طالما الاستجواب كل واحد يدافع عن الوزير ما سجلته وما يقدر ان يذهب رئيس الوزراء لانه هو مسجلته، هذول ما ممكن. لكن اسال سؤال، هو من هو اللي عندهم يملك الجنسيه العراقيه ويكون مؤهل؟ المفروض بالبرلمانيين وخشب قانون الانتخابات المفروض ما يحق لاي وزير ولا اي عضو مجلس نواب يكون يحمل جنسيه غير الجنسيه العراقيه، وعلى لا تقل شهاده العلميه ماله عن الدكتوراه، لان عندنا فطاح الموجودين بهذا البلد. يا استاذ مو يجي واحد خريج اعداديه يريد يفتهم بالقوانين ويفتهم بالفنيات. يا اخي يا اخي استاذ جلال احنا في مصيبه قشره، لكن المصيبه 10 سنوات والشعب العراقي ما ممكن يتحرك. أريد إذا ما تحركنا إلا كشعب عراقي ونفقه على واقعنا، هذول ما راح يصحونا، هذول يريدون الغزائنين على الضامة اللي هم يلعبون في الشعب العراقي ومقدراته. مقدراته صارت في ذات ما تستاهل أن تكون لها مناصب. ذولي أخذوا أموالنا وطلعوا بها للخارج. يا أستاذ جلال إحنا في مصيبة قشر الشعب العراقي إذا ما صح على يعني قبل أن نستمع إلى وجهات نظر أخرى عبر الهاتف، اكو فيلم فيديو اخر خلينا نشوفه. موجه رسالة الى دولة رئيس مجلس النواب المحترم دولة الرئيس النجيفي، وسنطلب منه ان يبذل جهوده مشكورة لاطلاع كافة الكتل النيابية والسادة والسيدات اعضاء مجلس النواب وايضا السادة الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وصولا إلى قانون يشرع في مجلس النواب يرفع اليد
فيه عن الرواتب التقاعدية. إذا لاحظنا عدد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والسادة الوزراء وتعاقب هذه الأسماء الكريمة وفي ظل الديمقراطية والتعددية وفي كل 4 سنوات لدينا فريق جديد وهناك وجوه جديدة، سنكون أمام جيوش، أمام أعداد كبيرة من وزراء سابقين، من نواب سابقين، من أعضاء مجالس محافظات سابقين، من محافظين سابقين، يأتي يدخل 4 سنين ويأخذ رواتب تقاعدية مدى العمر، ويجي اللي بعده ويجي اللي بعده، وإنسان بسيط لا زال يبحث عن فرص التعيين ولا يحصل عليه ولا تتوفر له الفرصة. يعني فعلا اللي يتحدث به السيد عمار الحكيم انه بعد سنة او سنتين او 3 أو 5 راح نجد نفسنا امام جيوش من المتقاعدين، كلهم برلمانيين ووزراء ووكلاء وزارات ومدري ايش ومحافظين واعضاء مجالس محافظات، دولة كلهم رواتب تقاعدية ضخمة. هو ايش سوى الاخ؟ اشو اللي يخدم الدولة 30 سنة 35 سنة يطلع لراتب $200 بالشهر، يعني ما يعادل 200,000 وشوية. زين، والأخ 4 سنوات يطلع له بلهدة، ما يصير هذا، ما مو انصاف. خلنا نستمع للناس من فضلك. جاسم من بغداد، مرحبا جاسم. أخي جاسم، ليش جاسم ليش رحت؟ مع الأسف. زين، خل عاد إذا أعطوني مجال شوية بس، لأن أكو مشاركات أريد أقرأها. الأخ علي البصري يقول هذا هو حال السياسيين ومجلس، هو ما قايل النواب، مسميه غير مجلس، يصرحون بالأرقام، أرقامهم تتكلم، كلهم لصوص وحرامية، أما حاشية بعضهم وبطانته فتجده يسقط كل العقد التي عاشها بطفولته، التشرد والتسلط الأبوي وعقدة المدري شنو. على كل وجهة نظر أخرى، سيامند الدلوي يقول بعد وبعد، راح نشوف بما معناه. أيضا زياد حسن يقول السلام عليكم أستاذ جلال. عليك السلام أخي زياد حسن، رمضان كريم عليك وعليك يا زياد. يقول برلمان معطل وليس له دور، ليس له دور تشريعي ولا رقابي، مجرد صراعات بين الكتل السياسية وبين السياسيين، وأي قرار يخدم الشعب الفقير لا يصوت عليه، بس اللي يخدم السياسيين. أبو تبارك العسافي يقول السلام عليكم أخ جلال. نقول له عليك السلام أبو تبارك. يقول مجلس النواب يملك صلاحيات واسعة لكن سلبت منه، والمطلوب هو أما إرجاعه إلى دوره الحقيقي أو إلغائه، لأن أو إلغائه لأن صورته الحالية هو عبء على الدولة. محمد الهيتي يقول قلتها من قبل وعيدها، هاي العملية السياسية كبيت الدعارة، لا يدخلها إنسان شريف، وهذا ينطبق على كل من اشترك فيها، لأنه لا يمكن لشخص عاقل ونزيه أن يعمل مع حرامية. والحر تكفي الإشارة، هاي طبعا ده يقصدني أنا لأن كتبت على الفيسبوك راح أرشح على البرلمان. أي بعدين احنا عندنا تعليق، قلنا مجلس النواب لو مجلس الفاتحة. يلا خلنا ناخذ مشاركات الناس من فضلك مخرجنا. أبو محمد من القائم، مرحبا أبو محمد. حياك الله. السلام عليكم استاذ جلال. عليك السلام اخي ابو محمد، يا مرحبا. اخوي استاذ جلال، برلمانيين قول قاعدين الله وكيلك بس ملتهين بالهوسات والصايح ولا كل نتيجه، ما في اي نتيجه. لجنه الامن والدفاع راحت يقول طلعنا الساعه 3 بالليل سجنه بغرب. اي يقول ما خلنا نطب، يعني تصور لجنه الامن والدفاع يروحون للسجن نخلهم يطبون عسكريين. أي برلمان جاي يسولف عن أستاذ جلال؟ أي وزير ملتهين بظاهر القدرة ملتهين بظاهر السجن، راحوا على ولد الخايبات وعلى ولد الناس الفلح خطية،
كلهم كفل وضرب وجابوهم اخر شيء من المهم جابوهم للسجن. لان القتل حتى ما اعرف ايش قد القتل، البار عن قتل يقولون تسميه بمدينة الطب. العدد مال السجن لحد الان ما حد اعطانا النتيجه اللي قد العدد مالهم، ما حد يعرف. زين ابو محمد ابو الامن والدفاع يقول 559 وما حد يعرف. ابو محمد يعني حتى لا نذهب بعيدا عن صلب الموضوع، انت كمواطن عراقي تسكن في اقصى الحدود الغربيه للعراق بالقائم، ماذا تريد من البرلمان العراقي؟ كيف تريد ان يكون البرلمان العراقي؟ اريد اسوي لنا حل استاذ جلال. ماكو نتيجه، ماكو نتيجه. يعني احنا بنروح ننتخب لا يسوون لنا حل. يعني انا قاعد بيت ما مأمن انا نفسي، انا عيش حكومه اقسم لك بالله ما مأمن انا نفسي، امشي بالشارع ما اقدر امشي بالشارع. يعني مو صار حال ساعتك بالله، رئيس البرلمان قاعد ما يقدر يجيب مربط. انا شنو قاعد انت يا اخي استقيل بطل، قلت انا ما اقدر. شكرا ابو محمد. ناخذ اخر اتصال، مو هيجي كريم من الفلوجه والاتصال الاخير. كريم تفضل اسمعك. تفضل. ما الصوت غير راحت عليك الجائزة يا كريم. يلا جائزتك رمضان، رمضان هو أحسن من كل شيء. إذن لم يتبقى لنا من الوقت إلا أن نستطلع بعض الآراء من خلال الفيسبوك. الأخ أحمد الجميلي يقول أخي البرلمان عبارة عن علوة مال مزايدات على القوانين، الأكثر سعر هو اللي يمشي. بس للعلم خوش تبريد لو يطلعون منه ويقعدون العوائل المهجرة، يعني خوش تبريد بالقاعة مال البرلمان. جمال الكرخي كل برلمانات العالم هم متطوعين لخدمة الشعب بدون مقابل عدا البرلمان العراقي، متطوعين لسرقة أموال الشعب. السيد الكرخي النعيمي يقول مجلس النواب كم مرة سوف يقر قانون العفو العام ويفشل التصويت عليه بسبب شراء ذمم بعض النواب من كتل أخرى، كتلة دولة القانون من أجل عدم التصويت على قانون العفو العام المعطل. كم دولة عربية أصدرت عفوا عن المساجين؟ زين. الصقر الجارح يقول مجلس يبدأ قبل الجلسة بالطعام والعصائر ثم يستعرضون النواب قوتهم بالصراخ والعويل وكأنهم هم من أوجدوا العراق، وبعد الجلسة يجلسون على طاولة لتبادل الضحكات والمزاح ومن ثم تناول الطعام. هاي فد يوم خلي يشوفني المخرج ياخذني على الكاميرا اقول له، فد يوم داحكي ويا احد البرلمانيين حقيقه قلت له المعلومات تشير الى انه انت تطلع تتعارك وياهم وتصيح وما ادري ايش، بس ورا الكواليس تقعدون مثل ما قال الاخ الصقر الجارح تقعدون قال لي اقول لك العد احنا خمول تريدها صدق خمول شيل تواث ويانا ونتضارب بيها. هي قال يعني هي الشغلة هيك، هاي العملية السياسية، هاي اللعبة السياسية. نكمل لكم يعني إذا يضحكون علينا. دنيا الدليمي تقول هل المقصود ببرلمان العراق أم مطعم النواب أو المقصود برلمان السرقة أموال العراق وقتل البشر؟ أي برلمان هذا؟ يلا خليل حمد يقول قصدك برلمان النجيف يعني بدون اسماء مال اللوريات والبدلات والبايسكلات. والله انا اتعجب على هؤلاء النواب كل هالمصايب اللي يمر بها العراق وهم يخرجون في الاعلام مبتسمين والفرح على وجوههم. الثائر البغدادي قرينا مشاركته، وكذلك حسين حمادي وعلي هلال ومسعد زنقنه مسعود زنقنه وحسام سلطان عمر الجبوري. نشكركم. وأيمن التميمي ومعتز الجنابي وعامر الجبلي أو الجبلي وكلكم نشكركم أحبتي المشاهدين الكرام. أعزكم الله وجعل رمضانكم خير وبركة. شكرا لهذه التعليقات التي تغمرونا بها حقيقة.
ونفرح بها كثيرا. وشكرا لاتصالاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وهذا كرم من عندكم، كرم ولطف كبير من عندكم أن تتابعونا يوميا أو بين يوم يوم بهذا الشكل. أحييكم أحبتي المشاهدين، تحية خاصة مني أنا محدثكم جلال النداوي، فيما الله.